هذا مثال آخر للبرينتر اللي هي الريز 3DE2. زي ما شافوا أنا بأطبع بالتو اكسترودرز بالرأسين. أنا بس دخلت هذه وقلت له سوي لي ميرور إيمج، عملها وبيطبعهم في نفس الوقت. هذه كانت حتاخذ 14 ساعة كل الأشياء هذه، لما قلت له اطبع ميرور إيمج برضه 14 ساعة، ما زاد الوقت. وما شاء الله جودة عالية جدا وسرعة. الحقيقة مبسوط من البرينتر.